النهارده جايبين لكم عرض الاسطوره من هارديز. هو العرض عامل 130 جنيه زائد الضريبه 14% هيكون 150 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد من قناه الاوردر وانا سامر. عرض الاسطوره من هارديز هو 5 سندوتشات ب 130 جنيه زي ما سامر قال. هو تشيكن فلي، كوردن بلو، مشروم اند سويس، فيمس ستار، كمان عليهم بطاطس حجم عائلي ولتر بيبسي. مبدئيا هاردز احنا طلبنا منه الاوردر حتى تقريبا 10 دقايق عشان يسلمنا الاوردر، وده وقت كويس جدا. فنبدا، خلينا نشوف ايه اللي جاي مع الباكج. مناديل، اول ساندوتش، رابع، ونهايه البطاطس. جاي كمان مع الاوردر لتر بيبسي. خلينا نبدأ بالبطاطس. هي شكلها زي اللي بتعمل في البيت بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس زي اللي بتعمل في البيت. عليها ملح بس، ما لهاش حاجة، مفيش كاتشب معاها، مفيش أي صوص، بس قشطة شغالة يعني. حجمها برضو هو مش عائلي قوي بس حجمها حلو لذيذ. اللي هنعمله دلوقتي إن احنا هنقسم الساندوتش اتنين عشان نجرب الأربع ساندوتشات احنا الاتنين. أول ساندوتش معانا هو مشروم انسيس. شكل الساندوتش اول ساندوتش مشروم اند سويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الشريحه نفسها يعني كويسه بالنسبه للساندوتش، فيها مشروم طعمه واضح جدا. حته الستيك نفسها يعني ممكن تكون عامله زي البرجر العادي اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت اللي هو المجمد ده. المفروض ان يعني محل زي هاردز يبقى مقدم كواليتي احسن من كده، تحس ان فيه ستيك. طعم المشروم طاغي فعلا على الساندوتش جامد. ريحه اللحم مش مستويه كويس، مش ميديوم حتى. شايف ان ريحه اللحم صغيره شويه. الجبنه دي جبنه عاديه جدا من الجبنه من السوبر ماركت. خلينا نقول تقييمنا برضو اللي ما يعرفوش هو مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز، جيد. انا هدي الساندوتش ده مقبول، هو فعلا ما عجبنيش قوي. تاني ساندوتش معانا هو فيمس ستار. المنظر ده هو شكله اكبر من اللي فات. كاتشب والجبنه، وفي حتة الستيك، وتحت الستيك في بصل وطماطم وخس، ومفيش حاجه تاني. هو الغريب بصراحه فردس ان مش جايب معانا كاتشب ولا اي حاجه. ده تاني ساندوتش معانا في فيمس ستار. بسم الله الرحمن الرحيم. طب مبدئيا الخضار متقطع كبير قوي، خاصية كبيره جدا، طماطمايه كبيره جدا. شكل الساندوتش كله مع بعضيه مش متناسق. ريحه البرجر هي تقريبا الساندوتش اللي قبليه، وكمان برضو نفس السوا، اللحمه مش محصله حتى ميديم. ساندوتش عادي يعني. دلوقتي الساندوتش دوت يعني انا في رايي ان هو زي اي ساندوتش احنا بنجيبه من اي مطعم عادي. طماطم والخيار والحاجات دي كلها باينه، مفيش حتى تحس ان الساندوتش فيه حاجه مميزه. مفيش صوص، مفيش صوص مميز. مفيش حاجه مميزه. ممكن نعمله في البيت يعني، برجر من السوبر ماركت وشويه خيار على شويه خس وبتاع وحطيناه في العيش وكلناه. خلينا برضو ندي تقييم للساندوتش تاني في فيمس ستار. انا تقييمي بالنسبه للساندوتش ده يعني مقبول او يمكن اقل من مقبول كمان. انا برضو تقييمي للساندوتش ده مقبول، هو مفيهوش حاجه مميزه، برضو مفيش صوص، مفيش كاتشب حتى من جايبينه بره، فمعجبنيش بصراحه. تالت ساندوتش معانا النهارده هو تشيكن فلي. ريحه فراخ، انا حاسس ان هي فراخ بانيه، ريحه خس، مفيش صوص. ياخدها البني، شوية خس، شوية مايونيز والعيش. ونبدأ مع الساندوتش الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز اقول رأيي، انا مش عايز اتكلم. ساندوتش بني، والمشكلة كمان ان الفراخ طعمها مسلوق، ما عليهاش حتى نكهة البني اللي بيتعمل في البيت اللي هو بيض وبقسماط. طعمها حلو بس مش اللي هو ما جبناش اكل من بره. كمان برضو هما تقريبا هاردز عنده مشكلة في السوا او الفرع ده، الحاجة برضو مش مستوية كويس. هات شوية بيبسي مبلع بتاعه. خلينا نقول تقييمنا في الساندوتش التالت. بالنسبة لي مقبول او يمكن اقل من مقبول كمان. انا برضو بالنسبة لي مقبول، الساندوتش فعلا مش اكل برا يعني، مش حاجة مميزة. اخر ساندوتش معانا هو كوردون بلو. طبعا اكيد زي اخواته، شكله عامل بانيه زي التاني. اكيد زي اخواته. ده شكل ساندوتش الرابع، وده ده الاختلاف اللي هو ده. اعتقد ان ده بيف تركي. ريحه الجبنه دي الستيك اليتيمه، وده طماطم خيار تحت. طب ما تقريبا برضه عندهم مشكله في تقطيع الخضار، طماطمها كبيره وخصها كبيره
وحاسس في كرواته كده في الاكل، مش الاكل مش مخدوم كويس. هنجرب. المفروض الكوردون بلو متعرف عليه ان هو يبقى حته الفراخ ومحشيه جبنه وتركي بيف. محشيه جواها مش براها. اه بس دلوقتي هو مش محشيه جوه. ده بقى اختراع، هم حطوا نفس شريحه البانيه وفيها التورك بيف وفيها شريحه الجبنه الشيدر كل حاجه بالاخدون تقريبا. جبنه بنفسها. نبدا وندوق. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن. بالظبط تقريبا، هي ده صدر فخ نفس الساندوتش، وده تقريبا نفس الصدر حطه في الساندوتش التاني. عارفين السندوتشات اللي هي اللي انت متعاقد بيها اولادك واخواتك الصغيرين، اللي هي لو ما يعني لو ما سمعتش الكلام هجيب لك الاكل اللي انت ما بتحبوش، هو ده الاكل اللي ما بتحبوش. زي ما قلت لكم شريحة البيف مجلدة، الجبنة لازقة فيها جبنة بريزدون تقريبا عادية، وشريحة الفراخ عادية، ساندوتش عادي جدا مفيهوش أي إبداع ولا صوص ولا كاتشب ولا أي حاجة. خليني أقول أنا تقييمي لطعم الساندوتش ده، هو برضه مقبول. انا دلوقتي برضو الساندوتش دوت بالنسبه لي مقبول. كمان احنا بس عشان موضوع العرض وكده، احنا سألنا في هاردز نفسه هل هي هتبقى نفس الساندوتشات ولا مش نفس الساندوتشات، لأن هما ممكن يتخاصوا، وهو قال لنا إن هي نفس الساندوتشات. فلو دي نفس السندوتشات اللي هي اصلا ب 70 جنيه، وهي اصلا دلوقتي اوريدي سعر السندوتش تقريبا عامل 40 جنيه او 45 جنيه، فده مبلغ برضو مش صغير عشان تاخد الكواليتي دي وتاخد الجودة دي يعني والاكل ده. دي كانت تجربتنا مع هاردز مع عرض الاسطورة الاربع سندوتشات. متنساش لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك ليه من تحت، واعمل سبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله.